الحالات الاجتماعية عشان الناس تفهم برضو وتعرف انه احنا بنتكلم على اكبر مشروع تنموي للعشوائيات في تاريخ مصر، تاريخ مصر المعاصر. تاني نقطة بنتكلم فيها على صندوق تحيا مصر، المليار ونص اللي طلعوا من الصندوق، ولسه طبعا طلع مليار ولسه نص كمان، ولسه منتظر منه شغل تاني كتير. برضو جدوى الاقتصادية من النقطة دي، يعني ان الدولة بتستثمر او نقول كده بتوضح الفلوس بتروح فين لصندوق تحيا مصر، وعايزين نتكلم عن النقطة دي. انا عايز اقول لحضرتك البعض بيبص على صندوق تحيا مصر ده وكأنه هيحل مشاكل مصر كلها. ده غير صحيح، ولكن انت من الممكن انك تستخدمه استخدام يعني اقتصادي بنسبة 100%، بمعنى ان مثلا انت دلوقتي بتعمل منطقة، بتطور منطقة عشوائية وبتنقل السكان من هذه المنطقة لمنطقة اخرى، اذا اصبح لديك رصيد من المنطقة اللي انت بتنقل منها السكان. يعني على سبيل المثال لو جينا في رمل البولاء، لو جينا في مثلث ماسبيرو، لو جينا في بعض المناطق في مثلث الدراسة. مثلث ماسبيرو عشان الناس تعرف بس، هو اتحل يعني اتحل قبل ما الوزيرة ليلى اسكندر ويتم يعني الغاء هذه الوزارة. ده صحيح، ويتم ضم الصندوق او ضم الوزارة الى وزارة الاسكان، بس مثلث ماسبيرو اتحل وصل لحل، اللي هو طبعا ما بين المبنى ماسبيرو وحتة وزارة الخارجية، المربع ده كله بيسموه مثلث ماسبيرو. في منطقة اسمها منطقة ملاعب شيحة في الدراسة. اذا انت لما بتعمل لما بتوضب للسكان او اهالي هذه المنطقة شقة ادمية مكتملة المرافق مكتملة الخدمات، اصبح من حقك على طول انك تعيد استخدام الاراضي اللي كانت موجودة في هذه المنطقة. بمعنى من الممكن تستخدمها استخدام اقتصادي، تستخدمها استخدام استثماري في نفس الوقت، فتدر على الدولة عائد كبير جدا. يعني لا تعلم حضرتك مدى أهمية أو قيمة هذه الأراضي الموجودة في وسط القاهرة، فبيصبح من حقك إعادة استخدامها. طالما أنت فتحت السيرة بقى خليني أقول لك سعادتك بقى الحتة دي يا أستاذ عبد اللطيف، خليني أقول لحضرتك الحتة دي، ودي جزئية على فكرة إخواننا وجيراننا ويمكن صحابنا من المدارس والأجيال دي برضو كان عندهم الحته دي مشكله قوي، حته التمليك وحته انه انت هتاخد البيت من الدوله هتعمله، البيت ده هتدفع حاجه للمحافظه او تدفع حاجه لوزاره الاسكان الى اخره. الحته دي كانت بالنسبه للناس هوس شويه، ان انت هتملكها ولا مش هتملكها، ولا هاخد حق انتفاع 99 سنه طب وهقدر ابيعها ولا لا بعد كده. يعني الناس بتفكر طبعا في اي فرصه بتفكر في ناحيه استثماريه، وبعدين يقول لك طب انا مبسوط يا عم بالصفيح، مبسوط بالعشوائيه اللي انا فيها، مبسوط اجتماعيا، مبسوط اقتصاديا، بعمل شغل كويس جدا، بعيد عن عينين الدوله، لاولادي بيروحوا الجيش ولا بيسجلوا اصلا، بعمل التجاره اللي انا عايزها، محدش داري بيا. ده صحيح. فموضوع التمليك ده صحيح. يعني النقطه دي يعني الدوله وضحتها بشكل كويس؟ لا، بتوضحها بشكل كويس، بمعنى انه لما حضرتك بتنقله او لازم تديله يعني ايه اكبر قدر من معدلات الضمان الاجتماعي، انك تطمنه بصورة شديدة جدا، لانه هو برضو خلي بال حضرتك انت لمست حتة سيكولوجية مهمة جدا عند المصريين، اللي هو يقول لك ايه انا اقعد في عشة تمليك احسن ما اتنقل في شقة وكل يوم يهددوني وهات إيجار وهات كذا. لا، انت بتعوضه عن هذا التمليك، بمعنى انه لما بيتنقل لهذه الشقة بيبقى له حقوق اصلا، لازم اللي هو حق الانتفاع 99 سنة. ايوه، وتطمنه وتديله نوع من الطمأنة الاجتماعية علشان يبقى راضي وعنده قناعة وهو بيتنقل لهذه المنطقة. ثانيا انت لازم تديله خدمات ايضا، يعني ايه تعمل له بقى مدرسه، تعمل له مستشفى، تعمل له ملعب، تعمل له كذا، يعني لازم تديله نوع من العداله الاجتماعيه كمان، فيقوم يشعر ان الدوله جاده
في هذه العملية. طيب لأن طيب انا بس لانه في وقت معايا انتهى، انا بشكرك جزيلا الدكتور عبد اللطيف وهبه الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا يا فندم، وبعتذر ليك بس على المقاطعه، وايضا بعتذر دكتوره بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه عضو مجلس النواب، بعتذر ان تركتها فتره طويله تنتظر على التليفون. بشكرك جزيلا سياده النائبه، وبسالك احنا بنتكلم على فعلا مشروع من اكبر المشروعات القوميه للعشوائيات في تاريخ مصر المعاصر، هو ده فعلا اللي كان مجلس النواب او الغالبيه العظمى من الاعضاء كان نفسه يشوف هذا المشهد في مصر؟ الغالبيه العظمى من المصريين كانوا عايزين يشوفوا هذا المشهد. حضرتك تطوير العشوائيات ده اهم من وجهه نظري اهم مشروع بيتعمل في الوقت اللي احنا قاعدين فيه. انت حضرتك لما اهملنا الناس دي عشرات السنين، صح، هو ده اللي عمل عندنا اللخبطه اللي موجوده في مصر. بقى عندك قانون للعشوائيات، بقى عندك ثقافة عشوائيات، فن عشوائيات، حاجات فظيعة احنا مش عايزين نخوض فيها. وانا كنت دايما اقول ما الواحد كان بيسافر بره كان بيحس بخجل شديد وعار ان احنا في ناس عندنا عايشة كده. فانا سعيدة جدا بان ده مشروع قومي، بكرر لحضرتك من اهم المشروعات، ده اللي هيغير خالص شكل مصر. الناس لازم تعيش بأدمية. الحقيقة المكان الجديد جميل جدا ومتطور وحديث، بس الأرجو أيضا إن إحنا نتابع ونشوف حد يدير هذا المكان، لأنك حضرتك لو سبته ولم يستمر فيه بالكفاءة دي ممكن يبوظ تاني. فأرجو كمان إن إحنا نراعي إن اللي هيسكنوا هناك ناس بسطاء. فأنا دايما أقول يا ريت تتبنى موضوع ازرع شجرة مثمرة، كل الشجر اللي يتزرع هناك يبقى مثمر، خلي الأولاد تلعب وتاكل فاكهة ويحسن من صحة المصريين. فأنا بأحيي كل القائمين على هذا المشروع، وطبعا برئاسه السيد الرئيس، لان ده هو اساس مشكله مصر. مش اساس مشكله مصر انك تقعد تحط في مصانع وتقل، ابدا. هو ده الاساس، ده البني ادمين اللي هم هيبنوا النهضه اللي احنا عاوزين نبنيها. الحمد لله ان احنا بدانا، ويا ريت نستمر. وكل واحد فينا، الدوله مش هتقدر تقوم بده كله، يا ريت كل واحد فينا يحاول يساهم في المشروعات دي باي حاجه، سواء بفلوس بحاجات ماديه اي شيء، لكن الحمد لله ان احنا على الاقل بقينا على الطريق السليم. طيب خليني اقول كده ان الدوله بدات تستثمر في الانسان المصري، زي ما كنا بنسمع كده بره، بدات تستثمر فعلا في الانسان المصري بانه تجد له المكان والوأم الموائم ليه، ونقدر نقول كده بالمصطلح اللي عزيز علينا كلنا كمصريين وقت 25 يناير، العداله الاجتماعيه. طبعا بص حضرتك، العداله الاجتماعيه مش كلمه. العداله الاجتماعيه انك فعلا تبقى حاسس، مش معنى عداله اجتماعيه كمان الناس كلها تبقى عايشه بنفس الوقت نفس الطريقة، لا. العدالة الاجتماعية يعني أنا أبقى راضية. الرضا هو ده العدالة الاجتماعية، إنك تبقى ساكن في بيت محترم، إنك تودي ولادك في مدارس تقبلها ويتعلموا، إن يتعالجوا بأسلوب محترم، يركبوا مواصلات. ده موضوع المواصلات ده فضيحة هو كمان حضرتك. الناس بتركب المواصلات زي علب السردين، وده عيب. إن يركبوا مواصلات بأمن، إن ولادهم يعرفوا يلعبوا زي ولاد الناس كلها في أماكن خضراء وفيها شمس وهواء، ان يقدروا يروحوا مكتبات يقروا، ان يتعلم. يعني دي موضوع كبير قوي العداله الاجتماعيه، مش معناه انك هتعيش الناس كلها نفس المستوى. صحيح. ان في حد ادنى للحياه الادميه والحضاريه كمان، هي دي العداله الاجتماعيه. دكتوره بسنت، بس اسمحي لي دقيقه بس ارجع لحضرتك، او اقل من دقيقه بس، اقول على الخبر اللي عاجل على الشاشه. الحكم مؤبد على بديع، طبعا المرشد اللي عامل اخوان، و35 اخرين في احداث الاسماعيليه. الاحداث دي بفكر حضراتكم دي كانت بعد فض اعتصام رابعه والنهضه في شهر اغسطس 2013، فكان بعدها طبعا احداث الاسماعيليه، وطبعا حكم عليهم بالمؤبد في هذه القضيه بديع، و35 من اعضاء هذه الخليه. طيب دكتوره بسنت، سؤالي الاخير يا فندم، هل هيقف عائق بالنسبه للناس دي موضوع الاقتصاد من ناحيه الناس هيحسبوها اقتصاديا، انه انا هتملك ولا هاخد حق انتفاع في البيت ده؟ انت عارف طبعا كل الناس ليها احتياجات، وكل الناس شايفه طريقتها بطريقه معينه، وكل واحد شايف الحاجه اللي تناسبه والافضل ليه، ومحدش بيعترض. ولكن هل هيقف عائق دلوقتي الناس اتفضلوا انقلوا واحنا هنبتدي نشتغل في بقيه ال 357 منطقه عشوائيه الموجودين بعد كده على مستوى محافظات الجمهوريه، هل النقطه دي هتمثل اي حاجه، حق انتفاع ولا تملك ولا غيره بالنسبه للوحده السكنيه دي؟ عشان الناس بس تعرف. انجلترا مفيش حد فيها يقدر يشتري حاجه.
كله حق انتفاع 99 سنه. بعد 99 سنه كله بيتهالك. صحيح. يعني انت عايز تقول لي ان في ناس هتقعد في بيت 99 سنه؟ هيقع اتبهدل السباكه هتتبهدل، الكهرباء هتبقى عايزه تظبيط. يعني اما انت تديهم حق انتفاع زيه زي التمليك، لكن في نفس الوقت ما يبقاش انك لو حصل اي مشكله ما تعرفش تحرك الناس. احنا واقعين في قانون اتعمل للاسكان في الخمسينات ولا في الستينات ملخبط الدنيا، وقانون الايجارات القديم احنا عارفين المشاكل دي كلها. انت بتدي له البيت 99 سنه، واحد فينا عايش 99 سنه؟ لا مش ممكن، ولا نصهم ما عادش بيضمن يوم ولا يوم. وبعدين حتى كده حضرتك لو خدوا العمر كله، ما هو المباني بتقع وبتتكسر والسباكه بتبوظ والتكنولوجيا بتتغير. فحق الانتفاع لو فعلا فتره طويله انا شايفه ان ده عدل، ما فيهوش حاجه يعني. يعني اذا كان تقارنه بالعيشه اللي كانوا عايشينها، لا طبعا اعتقد ان الناس لازم تبقى يعني حاسه بان الدوله ابتدت تشعر بيها وتديها حقوقها وتنظر لها. لكن ما نطلبش بقى طلبات صعبه التنفيذ. لما تيجي تقول لي تمليك، طب انا لما عاوز اصور المنطقه اعمل ايه؟ صحيح. لا انا شايفه حق الانتفاع معقول، وده وما يدفعهمش حاجه الا الكهرباء حاجه بسيطه اذا الاستهلاك لغايه جزء معين. دي الناس اللي لازم تدعم، تدعم في الكهرباء، تدعم في المواصلات. بس اهم حاجه حضرتك اعمل لهم مواصلات سهله. انا دايما بأنادي بالسكك الحديد لانها سهله، تقدر توديهم في اماكن كانوا بيروحوها بسهوله عشان ما يبقاش صعبه قوي انهم يركبوا. يعني دي خطه متكامله. ده موضوع العشوائيات ده قصه حضرتك. صحيح. وعايز اقول لحضرتك كلمه قبل ما اتفضل يا فندم. العشوائيات دي والقضاء عليها نمره واحد في مناخ الاستثمار. مفيش حد هيجي يستثمر وهو حاسس ان البلد على فوهة بركان. صح صح. انا بشكرك جزيلا دكتوره بسان فهمي، طبعا عضو مجلس النواب والخبيره الاقتصاديه والحزبيه ايضا البرلمانيه، ويعني كتير بنستضيفها ونستفيد منها من ناحيه الاقتصاد او من ناحيه البرلمان. طيب ثلاث رسائل مهمه جدا. اول حاجه الناس، اكبر مشروع نقدر نقول اكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر المعاصر للعشوائيات. اكبر مراحل نتكلم على حي كان صداع منشيه ناصر وما فيها من المنطقه دي كلها اللي ما حدش قدر يحلها بشكل جذري من 2008، موضوع لما الصخره وقعت. تاني رساله وده المهم جدا، موضوع صندوق تحيا مصر وظهر المشاركه القويه بالاضافه طبعا للجمعيات اللي اشاد بيها رئيس سيسي، انها ازاي تعاونت وحطوا ايديكم في ايدين بعض وان احنا كلنا نتعاون. الجزء الثالث وده المهم جدا، ان انت بتغير وجه لناس لمجتمع. يعني اكيد الناس اللي كانوا قاعدين في الاماكن دي من اخواننا طبعا وجيراننا واصحابنا، الجيل اللي بعد كده اللي منهم، يعني مش بتكلم عليهم هم كالاباء والامهات، اكيد الجيل الثاني بقى اللي بعد كده كالابناء مثلا وغيره وغيره والاحفاد، ربنا يطول العمر لكل الناس، اكيد هم يفرحوا بالمشهد ده، ودول اللي هم المستقبل، وده الجيل اللي احنا عايزين نغيره. ده الجيل اللي عايزين نغيره. طيب هنسمع جزء من كلمه الرئيس سيسي النهارده في طبعا خلال تدشين هذا المشروع والبدايه. بنقدر نقول كده احنا فتحنا الباب للبدايه، لكن عندنا مناطق تانية كتيره جدا هقولها لحضراتكم بس لما نرجع نسمع جزء من كلمه الرئيس.